is only yes, to go on and divide my finger up till you divide my finger up. يوم واحد شهر أنا في البيت. طبعا ما بدكم بالفيديو من أول شيء العملية شو تصير. أول شيء هي قطعة نفس هذه طويلة قصصها الحجم اللي نبيه. بعدين ننظفها بأول وجه لأن الوسطة مسحبة مو نظيفة أو عوية أو مقوسة. بعدين دش الطريقة هذه وجه ثاني بعدين الشغل اللي عليها. الشغل هذا اللي تشوفونه طلع منه ثلاث قطع هذول من كذي يتفرغ ويتقصص الطريقة هذه. الحين فاطمة هذول شنو؟ طال عمرك هذول قواعد حق كاميرات تصوير. قاعدة حق كاميرات تصوير. طبعا عقب ما يخلص هذا كذي ينقلب مرة ثانية على شغلة نسميها عقب ما يتفرغ هذا عقب ما يتفرغون هذولا هذه القطعة كاملة تدش على سميه هذا سميه فكتشر تدش ثلاث قطع بالطريقة هذه وبعدين تتفرغ بعدين كذي كذي يعني هذا راح يشيل لي تسع طلع لي تسع تسع وبدل فكتشر ثاني ثالث ورابع وخامس على حسب عاد شغلك ايش كثر. القطعة هذه تتقلب هلوي وهلوي كذي. حبيت اشرح. سلامتكم وتعيشون. السلام عليكم.